السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صباحية جديدة هنا من صباحات البلدة في موسمها السياحي لهذا العام، من هنا ومن على شاطئ فوة السياحي ومن الستين، حياك راعد وبارك يا سيف فوة، لك ولهلك زادت الأشواق. لو بالخيار ما نفارق في الديس والشري والحارة، صحاب ورفاق صيتهم ملا الآفاق وبعد المكلا شاق. مع هذه الكلمات نبدأ معكم هذه الصباحية الجميلة والسعيدة من أيام البلدة السياحية بمختلف تنوع الحاضرين هنا والوافدين إليها من كل مكان والمغتربين الحاضرين في هذا الموسم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة. كيف امورك؟ الحمد لله طيب. كيف صحتك؟ الحمد لله. التقطت صورة؟ الحمد لله. جميلة؟ نعم نعم. إبداعية. حياكم الله. الله يحفظك. من على شاطئ البلدة، ماذا تقول لكل من يشاهدك الآن؟ والله حياهم الله، يعطيهم العافية. وأحب أقول لهم إن الأجواء ممتازة في البلدة. يعني حتى من يجون البلدة يتقشروا مشان تكون صحتهم أفضل. حياكم الله. يعطيهم العافية. لكل الحاضرين معنا هنا كل التحية، أيضا لكل من يشاهد ولكل من يأتي وحده. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ عمر بن رجعان. اكيد من الشري. لا لا من الشري. حياك الله، كيف امورك؟ الحمد لله تمام. تغسلت عاد كله واضح؟ لا ببدا. جربت شوف الماء بارد؟ بارد. سو كذا سويت بروفة اولية ولا؟ قد سويت من قبل. متى؟ امس. بس اليوم اول الماء اليوم بارد كثير. بنخرج بارد، مو هو بارد بنخرج. جربت امس؟ ايوه. وجيت عادك اليوم؟ اليوم الحين هذا يعني الماء هنا له خرمة ولا له ايش؟ خرمة. ادمان. ادمان. ايش تشعر؟ كيف؟ يعني بعد ما تغسل بش تشعر؟ يعني تحس همة نشاط كذا. همة نشاط. بتكسر بقعة يعني ريض. طيب المفروض الرياضيين يجون كلهم هنا، فين الرياضيين موجودين؟ ما حد رياضيين الا على الكرابس. حياك الله. نشوف رامي نتابع كيف طبعا لما يخرج وكيف لحظات بدء الاغتسال، تهتز كذا هزة ولا؟ لازم بداية. ما شاء الله هنا كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام. سناب هذا. من الاخ الكريم؟ هيثم مري بالعمر. من فين يا هيثم؟ من مكلا. فين في المكلا؟ من ديس. اصحاب الديس الحاضر، صورت انت الان؟ ايوه صورت. ليش اخفت الجوال؟ كيف؟ ليش بعدت الجوال؟
خلاص يعني انتم صوروا ماشي داعي عادي تصور عادي تصور يعني. طبعا يصور تصور سناب ولا فيسبوك لا سناب نشرها مع مواقع التواصل ما شاء الله انستغرام سناب افضل مواقع التواصل بالنسبه لك ايش انستغرام ليش انا مصور لا غرافي ولا فيديو لا بس كذا يعني متابعين كثير ومنشور يعني متابعينك كثير على الانستغرام ما تنشر في الفيس مش متفاعل كثير يعني زي الانستغرام ولا تويتر الا تويتر طبعا الحسابات دائما نشطه والشباب بمختلف يعني مواقع التواصل فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب بس دائما كل من ينشر سواء فيديو او صور او حتى تعليقات او منشورات بس نذيلها دائما بهاشتاج على شاطئ البلده او هاشتاج موسم البلده عشان نشوف صورك الله يحفظك اللي كل من يشاهد باقي المصورين ايش تقولهم كيف اصحابك ايش تقول الان على شاطئ البلده والله اجواء البلده تفوتكم اجواء حلوه جدا يعني ما شاء الله زي ما تشوفون الشباب كلهم متواجدين وحيابكم موسم البلده دائما توثق اغلبه يعني كذا توثق دائما فيديوهات كله بالجوال يعني سناب تصوير بس جيت وحيدا ما معك اصحابك ولا والله معي الحلو هذا بس بس هذه فاتتك معنا اصحابي انا برضه جالسين بس نصور وثق كذا مشان نشوفها في حياك الله الله يحفظك طبعا هنا الشباب يصبحوا طبعا اداه للترويج السياحي هنا الترويج الشخصي وايضا على مواقعهم المختلفه وهكذا ننعم بصيف بارد وموسم جميل على شاطئ البلد كيف حالك؟ حياك الله طيبين الله يحفظك اسمك الكريم من؟ عبد القادر محمد الجفري من حي الشيد من ابناء حي الشيد خالد نعم اليوم ضيوفكم والالاف هذه اللي توافد هنا انطباعكم كمستضيفين لهذه الفعاليه والله لا اقدر اصف شعوري ولكن انا فرحان جدا على ان هذه الجموع الغفيره من المواطنين وهم في امان في هذا المكان وهذا ما يسمى سيف حميد سيف حميد نعم وهم يغتسلون في هذه المياه البارده مياه البحر العربي مياه المكلا والكل فرحان ليس من المكلا فقط وانما ايضا من الوادي أتوا هنا لكي يشاركون في هذا اليوم أول أيام البلدة السياحي ما شاء الله كلمات جميلة من هذا المكان في سيف حميد التي كانت تفوح منه رائحة البارود لكن اليوم تفوح منه أيضا روائح البلدة السياحية بشطآنها المختلفة والجميلة حيث الأمن والأمان هنا يتجلى في أهل هذه البلدة وهذه المناطق وهذه الشطآن الجميلة بأهلها الطيبين كذلك كيف أحوالك؟ والله الحمد لله كيف معلوماتك؟ تمام تقولك الأمورة ماء البحر مالح صدق ولا لا؟ أكيد هاف الله طعمته؟ أوه شربته؟ إيش؟ ليش ماء البحر مالح؟ الله وين قوله حق ضغط ولا حق إيش؟ أنت إيش درست؟ والله طيب تخيل لو كان ماء البحر طيب سكر إيش بيكون؟ إيش بيكون؟ ما بيعيش سمك فوق لا بس إيش بيكون حالة الناس؟ واو بيشربوها منه لأنه تقريبا أحماض إيش من أحماض؟ في نسيت السؤال كيف نسيته؟ درسته بس إذن تبقى هذه المعلومة ألا تبع نبحث عنها وبإمكان أيضا المشاهد أن يتعرف عنها نترك الجواب لمن يشاهد الآن ويتابع هذه المعلومة ما شاء الله يوسف طبعا يخاف منه بس يتغسل هو يعني شوي ليش ما عودتوا على البحر؟ أول مرة تعرف على ها تربى هناك ما شاء الله ما الأطفال يحسوا أن البحر هذا بيأخذهم أي طبعاً يخافون نحن نحذرهم برضو من باب هذا ممكن من كثرة التحذير طبعاً من كثرة التحذير ما شاء الله أيضاً هذا من أبنائكم من كيف الحال؟ أيام ما شاء الله بالصباح سعيد جميع إن شاء الله أجواء جميلة مع البلدة نعم من شبام كمان لا من شبوة من شبوة ما شاء الله أهلاً بأصحاب شبوة أيضاً حاضرين معنا ومتواجدين هنا في هذا الموسم الجميل في شبوة ما عندكم موسم بلدة؟ لا كيف تشوف الموسم الان هنا حلو والله حلو مره ايش اللي يعجبكم في داية والله الجمع والاجواء مثل هذه شوف كلك كثيب الان تغسل تقفز ولا ما تقفز لا كيف ما تتسبح نص بنص يعني مش ذاك السباحه الماكنه يعني تغوص ولا تسبح لا تسبح عود محمد باحميش من فين من الشحر من سعاد من سعاد الشحر يقولون بانلتقي في سعاد من قالها المرحوم ابو بكر حسين ابو بكر المحضار هذه الامور ان شاء الله تبعك من اسمك يهرى عوام محمد باحمش ابوك له وانت بنته ها بنتك هذه نعم ما شاء الله اليوم كيف البلده كيف الفعاليات حضرت شيء منها والله البارح واليوم انا حضرت يعني
في ما شاء الله. تحضر بس عند المسرح ولا تتغسل؟ لا في المسرح صدق والله. ما تغسل؟ لا والله خايفين من الموج العالي دي. في موج عالي هنا عندكم الشحر حلوة. لا لا كأنه في حد غرق ولا حد شله. يعني يسمونه عندنا حيس يعني. الحيس هذه اللي تدور. ها يعني يجيبك ويشلك يعني بدون شعور كذا لحظة. اسمك؟ حسين محمد صالح عبد الله خرج. دوعن. دوعن. ردود. الاسم؟ فياس عبد الله غيثان كنت. وين ردود؟ محفوظ عبد محفوظ سالم بن عبود. تريم. تريم. وين تريم؟ الجوز. الجوز. حيا الله أصحاب الردود. أصحاب دوعن، أصحاب تريم، الجوز شرق طبعاً تريم. اليوم جيتوا ما شاء الله البلدة تجمع كل المناطق وكل العوائل الموجودة والشباب والكبار. كم مرة تجي وكيف الموسم هذا العام؟ مرات حوالي هذا أول مرة طبعاً. أول مرة في البلدة؟ إيه أول مرة في البلدة. موسم ما شاء الله تبارك الله حلو صراحة. كنت شاهد بس من بعيد؟ إيه من بعيد شاهد. كنت أكيد تتمنى أنك تكون حاضر. إيه. اليوم حاضر، كيف شفت البلدة والافتتاحية اليوم؟ صار ما شاء الله حلوة البلدة. ما شاء الله تبارك الله وفيها احلى ما يكون. طلعتوا عشان البلدة؟ ايه طلعنا عشان البلدة. حياكم الله اصحاب دوعن، اصحاب دوعن اللي ما زالوا في دوعن وبكثير ايضا منهم مغتربين، ايش تقولهم؟ نقول لهم فاتتكم اليوم. لا ان شاء الله بس يجون، عاد باقي معاكم 14 يوم ان شاء الله تكون او باقي 13 يوم، ان شاء الله تكونوا الحاضرين هنا والمتواجدين من مناطق مختلفة يأتون طبعا ليزوروا المكلة خصوصا طبعا في هذا الموسم. معنا الاخ الكريم، اسمك؟ سالمين ثابت بن ثابت. سير شوي بس عشان الازدحام وعشان من وين يا سالمين؟ من ريت المعاره. حي الله اصحاب الريده من ريت المعاره. نعم. واضح جيتوا عشان عشان البلده اكيد. بس ما شاء الله جيتوا من اول الايام. لازم من اول عشان ما تفوتكم، عشان ما تفوتنا اسبوع كامل هذا. لازم اسبوع كامل. لازم مع الاهل الاصدقاء. مع الاصدقاء. الاصدقاء كم منكم؟ سياره باص؟ لا باص. باص. نعم. كم تمكثون هنا؟ سبع أيام أسبوع. طيب طبعا مع الازدحام الإقامة في فنادق في عزب خاصة في أماكن خاصة؟ لا لا في بيوت خاصة. في بيوت خاصة طبعا. فنادق مليانة كامل. فنادق مليانة كامل. وأيضا سعرها قد يكون مرتفع شوي مع الموسم. أيوة. ما تحب دون الفنادق؟ لا من دون الفنادق طبعا. وتبقى طبعا السكنات هنا، تبقى طبعا السكنات هنا، شحة السكنات أيضا وامتلاء الفنادق الموجودة. نستمر معكم على شاطئ البلدة. والله ما أنا أول مرة نسمع بالبلدة هذا، ما أنا داري يقولوا علاج، جينا نسبح ونتروش ونرجع العمل. وتتعالج ولا كذا بس غصب؟ العقيدة أنه في علاج بس ما قد أنش داري نقص في علاج ولا ما في علاج. أنا عندي جنبي وجع. وتحاول تغسل كل يوم؟ يحضرون يتصورون وينشدون وهذه أمورة صغيرة. اسمك من؟ شيخ عبد الله. كم؟ شيخ عبد الله باوزير. من وين؟ من وادي العين. من وادي العين. ويقول الشاعر مسكنك يا وادي العين، وادي أخضر وجميل بخضرته ونخيله. من وادي العين فيه نخل كثير. طلعتوا المكلة؟ أيوة. ولا أنتوا ساكنين بالمكلة؟ لا. معها أنشودة عن إيش؟ الأم. عن الأم. تحبي الأم أكثر من الأم ولا الأب؟ كلهم. يلا بس بتنشد على الأم. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يمه إيه أحبك يا غلاي، كيف أبوصف لك شعوري تهي حرفي يا سناي، مهما رتبت المعاني قلت جاتك يا ضناي. ممتاز. أمك هنا حاضرة في الشاطئ ولا في البيت؟ لا في البيت. ما نزلت الشاطئ؟ لا. ليش؟ طبعا هكذا طبعا يحلو جميع الاغتسال والحضور طبعا هنا المشاركه. هي القسو مسر النبي الامين، هي القسو يا اخوات المسلمين، بكم تستعيد فلب النباه، فهبوا لنجدتي يا مسرعين، هناك البراقه هناك الحرم هناك القداسة منذ القدم. هي القسو مسر النبي الأمين، هي القسو يا أخوة المسلمين. جميلة جدا، أعطوا له أقوى تحية. هذا ما شاء الله منشد.
الله، هذه وين درستها؟ المدرسة. المدرسة، وتضامنا مع القدس الشريف، القدس، إيش عاصمة فلسطين؟ القدس. القدس. القدس عاصمة فلسطين وستبقى للأبد. هذه الأمورة تبعكم؟ نعم تبعنا. كأنها صيحت. تفزع من يعني تشوف غراب عندهم، تشوف تفزع. تفزع من ايش؟ تفزع لما تشوف غراب ولا شيء كذا. يعني ناس غريبين. غريبين عندي تفزع. الله عليها اموره. ايوه نعم. من اسمك الكريم؟ علي. علي؟ علي حسن. من فين يا علي؟ من الحديدة. من الحديدة، جيتوا هنا زيارة ولا؟ لا جينا زيارة من اول كذا، انا جالس من اول. كنتكم جالسين في المكلة. ايوه. اليوم مع البلدة. دام 4 سنين، اليوم مع البلدة اليوم. كيف البلدة شفتها؟ والله حلوة. ايه. يعني ما شاء الله. وهذا تعال، هذا هو اخوانك؟ هذا الاخوان. اخوانك هذولا؟ هذا اخواني، هذا ولد اختي. اسمك من يا امور؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن من؟ محمد. كامل؟ عبد الرحمن محمد علي قبلي شمهان. من فين هو؟ من الحديدة كمان. من الحديدة كمان. تدرس هنا؟ في صف كم تدرس؟ عادك صغير ما تدرس؟ الا ادرس اول المغرب. في اول. وهذه الامور الصغيرة معها نظارات حلوة ونظارات شمسية، اسمك من؟ من اسمك؟ فطومة. فطومة من؟ نظارات حلوة كذا يعني جميلة مع البلدة هذه، بس صغيرة شكلها كذا. هذه حقك؟ حقك هذه نشلها؟ لا قال. لا قري لها عادي. هذه حقك. تلبسيها؟ تلبسيها كذا؟ من الشمس ولا ايش؟ عبد الله فيصل بن حسني. عبد الله الحسني. بالحسني. من فين؟ من الشحر. اه من الشحر. عندكم البلحسني ذيله؟ اه البلحسني كثير في الشحر. وانت؟ احمد سليب باوزير. باوزير مش بالحسني يا زلمة. من وين؟ من المكلة. من المكلة؟ جيت لهنا؟ ها زيارة. زيارة بس عند البلحسني ولا من؟ لا عند المقمر. ايش هذه الاخوالك ولا اعمامك ولا ايش؟ اخوالي ها. اخوالك، ومن اعمامك؟ اعمامي في المكلة. منهم المن؟ باوزير. الباوزير. انتوا يعني وهذا تبعكم؟ لا. اسمك من يا امور؟ عبد الله سامي باموس. بامن؟ باموس. باموس، تحفظ القبائل كلها والله. طيب بغينا منكم كذا مشاركة، بغينا منكم مشاركة، ايش بتقدمون؟ قصيدة، انشودة، أي حاجة يلا. البحر، تعرف البحر؟ أيوه. لا تعرفه سوا؟ ايش لونه؟ أزرق. هو البحر لونه أزرق؟ ليش؟ لحظة. ايش لونه؟ لا لون. بحر أزرق. قول ايش لون زبيو، قول ايش لون. لا خليك من زبيو. البحر ايش لونه من تحت وايش لونه من فوق وايش لونه من الطرف؟ بحر من الطرف. لا من تحت وفوق والطرف. شوف طلع الان عندك. من فوق ابيض. من فوق ازرق. ازرق. ومن تحت ابيض. تحت اسود. اسود. ومن الطرف ابيض. 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 طيب تعالوا، ايش صوت البحر، ايش نسميه صوت البحر؟ الموج. الموج. ايش؟ ايوه. ايش صوت الموج؟ البحر فيه موج، ايش يسمون الصوت؟ عندكم شيء؟ لا. بدو الجزر. بدو الجزر. ايش من نشوده معك؟ يا القدس. يلا نشدي. يا القدس مصر النبي الامين، هي القدس يا اخوتي المسلمين، بكم تستغيث فنب النداء، فهبوا لتلزمنا مسلمين. اعطولها اقوى تحيه تستاهل. ودي الامورات. انت ايش من نشوده معك؟ زينة الدنيا. يلا جيبها. ما شاء الله اليوم الام، احترام الأم ومحبة الأم. ثم ذكرت يوم طفلك ينادي، واحتاج حضنك حنونا يضم، مشتاق لمسة الأنام الأيادي، يمسح دموع يوم عزني. أقولها تحية تستاهل، هذه تستاهل برضو أيضا تحية. جنو. جنة. جنة ولا جن؟ جنة. جنو. جنة. جنة ولا جنة؟ طيب ما تقولوها جنو؟ هلا جنو. خلاص جنو. يلا نشدي يا جنو. نجي. ما تنشد ولا تغني ولا حاجة. يلا. نور. أحمد معه؟ ايوه يلا. تغني. يلا حمودي، اسمك من كامل؟ أحمد. يلا جيب المشاركة. يا ريدي ويا ريدة. يا ريدة رحيمة. ويا ريدة. في قلبي هما. ممتاز يلا. يلا يا ليلي ويا ليلة. يا ليلي ويا لله، وبس بس بس بيلش يمه، وقالوا لي لله صغيري في قلبي غمه، احب اطير اطير الفوق، احب القصون الحاني
أعطوا لها أقوى تحية. نجم البلدة قد باب وتجمع الخلاب، هل يلا يا ربان، هل يلا يا ربان. نجم البلدة قد باب وتجمع الخلاب، هل يلا يا ربان، هل يلا يا ربان. عليه رحمة الله المشهور دائما بالأهازيج الشعبية والبحرية والأبيات التي ألفها في الشعر عن البحر، دائما نتكلم دائما عن رقصات شعبية. نعم. تؤلفون رقصات تولفونها مع بعض؟ أكيد. ورثته أكيد في الجانب الشعبي والبحري ورثته. إيش الآن دورك في البلدة في الشعر أيضا، إيش تقومون من عمل فني؟ قدمنا عدة رقصات في الحفل أمس اللي هي تعني على الصياد والبحر والملاح، هي من انت فنان كمان اكيد تغني مشي حال يعني تغني. شعبي بحنجراتك ما شاء الله ان شاء الله يسمعونك، بس اليودك اليوم صوت وصوت ان شاء الله. نسمع كذا شيء من الاهازيج. اهزوجه اهزوجه باشر لك موال بحري كذا. يلا موال بحري نسمع. الا يا مسهل يا الله، يا مسهل يا الله. تفاعلوا وين تفاعل اصحاب الشحر، كلكم بحركه وكلكم يعني عارفين بالطقوس هذه صح؟ ألا يا كريم يا الله، ألا يا كريم يا الله، ألا يا رحمن، ألا يا رحمن، ألا يا رحمن يا رحيم يا رحمن. ألا يا صاحب الجوش، يا صاحب الجوش، ود الجوش واستامن، ألا حاسب حسابك، حاسب حسابك وخلي العقل ميزانك، ألا يا صاحب الجوش. شكرا. ما شاء الله اسمع له تحية، اسمع له تحية. ما شاء الله حنجرة، ما شاء الله حنجرة، حتى الحنجرة ما شاء الله نفسها حق متأثرين بالأستاذ علي سعيد طبعا المرحوم الله يرحمه. ورثت بصوتك وحاجاتك ما شاء الله. أكيد إن شاء الله. مع الفرقة إيش من فرقة ترقص معاهم؟ الآن مع فرقة الجديدة اللي سويتها صممتها، فرقة الخلاف الاثرات الشعبي. أمس هذا تبعناها شعبي. أمس أيوه أيوه قدمنا فيها رقصة الكاسرة في الأولى، ومن هي من الأهازيج البحرية والرقصات البحرية الموروثة، وقدمنا لوحة وصلة تراثية هي الدربوكة مع الصوت اللي هو الكويتي نستعمله. كل هذا من أجل البلدة أكيد، أكيد هذا الشعر غالي علينا طبعا، وهي عالي. أساس البلدة وأساس الفن، أساس الفن والموروث الشعبي. طيب عجبتنا هذيك حق البحارة لما يرجعون من البحر، لما يرجعوا إيش الأهازيج؟ من اللي قال هذه نحمد الله على السلامة يوم جينا سالمين؟ من اللي قالها تعرف؟ اللي قالها الأبيات هذه اسمه عبد الحكيم قطن. كلماته وملحنها برضو علي سعيد. عمك عمي علي سعيد المرحوم طبعا. من اول من غناها، بعدين طبعا غناها بمطرف صح ولا أيوة اول؟ ايوه 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 اول ما غناها الاستاذ المرحوم برضو عمي علي سعيد. سالم سعيد علي اخوه اخوه الكبير،
عمك اللي كان برضه يروح البحر يعيش بالبحر، هو اساس يعني كم ساعه. بعدين غناها كثير صح؟ غناها كثير اكيد. وانت غنيتها اكيد؟ اكيد. نسمع نحمد الله على السلامه. يلا نحمد الله على السلامه يوم جينا سالمين. نحن جيناكم سالمين. حياك الله يا الغالي. تفضل. نحمد الله على السلامه يوم جينا سالمين. نحمد الله السلام يوم جينا سالمين. ونحمد الله السلام يوم جينا سالمين. ونحمد الله السلام يوم جينا سالمين. ما شاء الله يعطيك العافيه. مفروض طول. الله يخليك. نحمد الله على السلامه يوم جينا سالمين وغانمين كذلك في الشحر سعاد التي تتزين بالبلده وتكتسي بحلتها الجديده هذا العام. الشحر صراحه غير غيرك. الشحر تذهل اكيد بفعالياتها. نعم. حاب تقول شيء؟ عادك الكاميرا لك. نشكر للجنه للمهرجان، نشكر المدير العام امين بارزيك ومصبح نايبه البحسني، نشكر مدير الثقافه طبعا شكر خاص سعيد عابد العادل العجلان على ما قدموا من هذه الفعاليات المهرجان. ايوه. ونشكر الفرق المشاركه ونشكر الشحر بشكل عام، ونقول لها ملتك في سعاد وامي الشحر والوالد جبل ضبضب. امي الشحر والوالد جبل ضبضب وابنتي وابني الحيد وابني الحيد الاسود وابنتي وابنتي ضبه. كل ما جيت قالوا لي هلا مرحب اشهنا بيننا لا تنزل الرحبه بان سايرك في خبه سبب خبها. شاعر من دوعن هنا احمد عبد الله ببطين معه ايضا ابيات شعريه وكلمات يقولها من البلده وعلى شط البلده لموسم البلده. ايش تقول في الكلمات؟ نقول ده موسم البلده قد بدا. بدا في حضرموت الخير هي ارض الخيور. خيور. وكل مواطن عليها التريث ما قدر شارك بعقلانيه لا شلك مواقي البحور. حور. وقناه حضرموت اعمالهم زينه سر العين سر. سر. طاقم مميز عسى دايم ودوم. وإعلامي أنا سعيد إنسان مخلص في العمل يجزي ربي على أعماله جنات النعيم. ما شاء الله متى سويت هذه الكلمات الآن؟ أيوه. الله يرحمنا برحمة واسعة ويديم عفوه وغفران الذنوب. والختم صلوا على خير البشر محمد الهادي شفيع المسلمين. صلي عليه. ودوما معكم تحلى هذه اللقاءات وهذه الانطباعات. ونحن معكم. كيف الحال؟ عملاش حالي. من وين؟ من الوادي. فين في الوادي اصحاب الوادي؟ في قداش بيعم في القارة. من وين؟ من قارة عبد العزيز. حياك الله. اليوم على البلده؟ على البلده. وين بقيت شباب؟ تعالوا كيف حالك؟ الله يعينك. ايش حالك؟ فين انت؟ من القارة. من القارة؟ قارة عبد العزيز ولا؟ ما من قارة عبد العزيز. كيف امورك؟ والله طيب. يقولوا عندكم هناك شجرة غريبة وتعتبر أكبر شجرة صح؟ صدق؟ أوب. ايش هي؟ والله ما هي. طيب الشباب بس ريد ذكاء شويه تركز. ممكن تركز معي؟ ابشر. تكرر هذه العباره ثلاث مرات سريعا. تقولي ما بحر البلده ابرد من مطر البرد. ما بحر البلده اطول من بحر اطول. ما بحر البلده ابرد من مطر البرد. سريع. ما بحر البلده ابرد من مطر البرد. سريع ثلاث مرات. ما برد البحر. ما بحر البلده ابرد من مطر البرد. ما برد البحر. لم ينجح. تعالوا باقي الشباب تعالوا بس. من محافظة شبوة. حي الله أصحاب شبوة. نعطوا تحية لأصحاب شبوة يا شباب. جيت من شبوة ولا ساكن؟ لا جيت من شبوة. عشان البلدة؟ عشان البلدة. أصحاب شبوة جاءوا من شبوة إلى المكلا خصيصا عشان البلدة صح؟ نعم. فين في شبوة؟ في عتق؟ في حبان؟ في عزان؟ لا وادي دهر. وادي دهر. جردان قريبة منكم؟ نعم. كيف جردان؟ والله طيبة. ايش تشتهر بجردان؟ العسل. العسل معروف. ما شاء الله اليوم مع الناس هنا مع البلدة. جيت بحالك مع العائلة؟ لا مع العائلة. نعم مع العائلة. نعم. حياكم الله. فرصة طيبة ونحن معكم هنا على شطآن المكلا وشاطئ البلدة في لقاءاتنا المختلفة والمنوعة هنا. مواهب تظهر وتحضر. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ احمد محمد بايبير. بايبير من الشحر؟ اي نعم. فين في الشحر؟ حافظ المحضار. من حافظ المحضار. اي نعم. ما شاء الله رغم انه كفيف الا انه تحضر البلده. اي نعم الحمد لله. بس الناس يجون هنا ما شاء الله يشاركوا في البلده، كيف تشعر انت في البلده؟ والله نشعر بفرح كثير ولمه الناس هذه كلهم. كيف تشعر؟ كيف الناس يكونوا الان في البلده؟ تغسل ولا ما تغسل؟ اي نتغسل. كيف يكون اجواء البلده؟ ما شاء الله بارد ما. اي نعم. ما شاء الله رغم انك يعني ما تشوف لكنك يعني تشعر بهذه الحمد الاجواء. لله. الحمد لله. معك مشاركه؟ حضرموت تتابعها اكيد تسمعها. اي نعم. ايه معك مشاركه. ايش ممكن تقدم لنا؟
بنق ما دامك من حافظ المحضر اكيد عندك شعر. بنلتقي في سعاد. هات جيب. باش اللي حبك معي بالجزاد. ايضا حافظ من حافظ المحضر وحافظ ابيات المحضر ويقول المحضر ومرافقي في السفر. ايه وبتلدد بذكرى في بلادي. في خير. في خير انت وانا بنلتقي في السعاد. في سعاد. الله. عاد شيء لا ما شاء الله ابيات جميله ومشاركه ايضا حلوه من الكل طبعا حاضر هنا يرون البلده بابصارهم ويرونها ايضا بقلوبهم ويرونها ويستمتعون ايضا بها هنا باعينهم بنلتقي في سعاد نعم والتقينا التقينا والتقينا واللقاء كان بالاحضان ابداعات تتجلى لمجموعه من الشباب الحاضرين وهم ايضا صاعدين في مجالات فنونيه وتشكيليه هنا على شاطئ مدينه الحامي عبد الله ومحمد ومحمد ابداع تصميم وحلو وجمعتوا هذه الصدف الحلوه للتزيين ايش هذا اللي شكلتوه هذا سلحفاه شكل سلحفاه وفيها كتابه الحامي اصل البلده وين يعني هذه عباره عن كتابه هذه ابداع جميل هنا الحامي اصل البلده الحامي اصل البلده على السلحفاه هنا الموجوده وهذا بيض حقهم يعني في بيض كمان هنا يا طلال في بيض موجود عيال هذي وين عيال ليله واحده عندنا يعني اهم شيء نحن نقتل عيال هذه ايضا هذه يقول لك عيالها ايضا متواجده هنا يعني الحين باضت ولا جابت عيال جابت عيال وباضت وش جابت طلع البيض قبل شهر كم عمر هذه العيال شهر والبيض البيض هذا البيض هذا البيض يا طلع هذا البيض يومين والحفره كمان إذا بتحبش بتزيد. بيض هذا له يومين. وعيال؟ شهر. وهي كم سنها؟ كم عمرها؟ 50 سنة، 50 طبعاً فعلاً السلاحف تعمر كثير، تعمر أيضاً سنوات كبيرة جداً. إيش تعرف عن السلحفاة؟ إيش تسوي؟ سباح في الماء. وش عاد؟ تجيب بيض. بس تسبح وتجيب بيض بس؟ واللحم حقها زين. أيوة. لحمها يقول لك لحمها حلو صح؟ لحمها يعني لحم ميت كذا لؤلؤ وايد وايد لحم فيها السلاحف السلحفاة لها ميزات معينه عن غيرها ربما من الحيوانات الاخرى مثل ايه بيضها بيض بيضها ولا فايده للدواء محمد مبارك بن مسعود من فين من المكلم فين في المكلة من الديس حياكم الله اصحاب الديس الله تفضلون دائما الخاصه أكيد ليش؟ مكان أمان هنا أكثر أماناً أكثر أماناً والرمل يعني والرمل وبرضه باعتبار أنه الماء محصور إلى حد ما وما في أمواج بالضبط كم لك سنوات تحضر البلدة وكم ما حضرت؟ والله يمكن 3-4 سنوات كذا تحضر؟ أحضر وأحضر يومياً يومياً؟ يومياً يعني طيلة 13 يوم كامل أيوه وأحياناً قبل حتى جدولكم اليومي متى تبدأ؟ ومتى تجي ومتى تصبح؟ والله انا اصلي الفجر واجي على طول مباشره سيره ولا سيره من الديس الى هنا من الديس الى هنا وارجع سيره مسافه بس زين اتنشط. كم تقطعها والله يمكن في ثلث ساعه نص ساعه كذا تجي مع العيال مع الاهل مع لا والله لوحدي لحالك لحالي يشتاق لك كل عاشق من حين الاخر وانا دوب المدى مشتاق من سلمك لا شك من سلمك لا شك ذا يوم انا في المكلة سيد العشاق بعد المكلة شك ما طيق في بعدا عشق ويا ريت
قلبي يعاني أصحابي في برا على شاطئ البلدة اليوم شاطئ التنافس هنا في هذا الشاطئ الجميل كورنيش سعيد عبد النعيم هنا في الشحر سعاد حيث نلتقي كما وعدناكم. الآن مع جولة تنافسية مسابقتية أعدها الإخوة الإخوة هنا منظموا الفعاليات لفعاليات مهرجان البلدة السياحية الأول. اسمك الكريم؟ عبد الله الحضرمي. في اللجنة المنظمة؟ أيوه. إيش دورك؟ دوري تنظيم الألعاب. تنظيم الألعاب هنا في اللجنة المنظمة بالشحر ومعكم مسابقات، إيش المسابقة الأولى؟ اللولية البحث عن الكنز. كنز الشاطئ. أيوه كنز الشاطئ. البحث عن كنز الشاطئ الموجود، اشرح لي بس عشان المشاهد. طبعًا كل مجموعة من اثنين مفار. هذا وهذا. أيوه. تبدأ الصفرة الأولى. ينطلق وين؟ ينطلق مال عند محل الدقيق حقه. هذاك الدقيق يا طلال ورامي. يقوم بعملية البحث. البحث كيف؟ البحث بفمه. بفمه عن ايش؟ عن شلي او عانة او اي يعني عن نقود. ايوه نقود. نقود موجود فيها. حلو. الصفرة الثانية يبدا الثاني ويرجع الاول. لما عنده يبحث مرة ثانية. لما يلحق الكنز. واللي يطلع الكنز الاول هو الفايز. واضح اللعبة. ما تحتاج شرح أكثر. خلاص جاهز؟ جاهز. من وين؟ الخور. عبد الرحمن محمد حمود. من وين في الشحر؟ الغربية. من؟ الغربية. من الغربية في الشحر؟ محمد هاني باغريب. من وين؟ من الخور. من؟ الخور. من الخور. طبعا تعارفوا والتقوا في سعاد من مختلف حاراتها ومناطقها. السباق الآن جاهز والحكم سيطلق الصافرة ويبحثون عن الكنز. واحد ينطلق بسرعة. ينطلقون يبحثون بوجوههم ينفخون. ما حصل حاجة. يرجع على السريع. ما سمعك هذا. ممكن رفع صوت الصفارة شوية. يبحثون. حد حصل شيء ولا ما حصلتوا حاجة؟ يبدو حتى الآن ما حصل شيء هنا ويستمرون في البحث. عاد للأسف ما هناك. أيضا الأحمر حصل على الكنز الأول. اسمع له أيضا تحية الأحمر هنا. الأحمر هنا حصل على الكنز الأول. اسمك من؟ هذا أحمد الرابع. تعال عادي بس ما شاء الله أنت بطل الكنز. وين الكنز اللي معك؟ ربينا الكنز هذا. الكنز الآن الموجود هنا هذه النقود الموجودة وعثر أولا على الكنز. بس بطيت شوية. ليش؟ بس ليش؟ بنخرب نخرتي. وعاد شوفي نخرتك. عنكم كلياتي. وفي لسانك عاد شيء. طيب جيب مفروض تجيبوا له ماء الان عشان يتمضمض. جيبوا له ممكن ماء. معكم ماء ولا ما مالح؟ فاز معنا هذا البطل. من اسمك؟ اسحاق احمد الوازع. اسحاق الوازع طبعا هنا ايضا اللجنه المنظمه تقدم جوائز للمشاركين في فعالياتها المختلفه والحكم هذا طبعا الجائزه. مبلغ مالي مقدم من اللجنة المنظمة. اللجنة المنظمة أيضا لفعاليات المهرجان تقدم هذه الجوائز للمشاركين هنا ويسلموا الآن هذا المبلغ. اسمع له تحية جمهور. تحية أيضا للفائز أيضا بهذه الجولة من هذا السباق. هنا طبعا صوت المغتربين الحاضر والمتواجد على شاطئ البلدة. مغترب واضح. نعم كيف حالك؟ مغترب الحمد لله بخير. نعرف على اسمك الكريم بس. محمد محسن صالح الحامل من وادي عمد. يلا سيد محمد من وين؟ نحن طبعا من الشرية وادي شعبة. بس أصولكم من وين؟ من وادي عمد. من وادي عمد. الأصول من وادي عمد لكنه طبعا مغترب في جدة. مقيم في جدة. نعم مقيم دائما. نعم. طبعا أول مرة تحضر الموسم هذا بعد كم سنوات؟ والله أول مرة أحضر. أنا في حياتك؟ في حياتي كلها. لأول مرة طبعا في حياته يحضر إلى هذا الموسم. جاء من أرض الاغتراب. كيف شفت الموسم البلدي؟ والله جميل جدا جدا جدا. يعني كنت ممكن تشاهد بس عبر التلفزيون؟ كنا نشاهد قناة حضرموت ونشكركم بالذات برنامجكم المميز والممتع اللي يشهر التراث الحضري. كيف حالك؟ تعال وكل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير. اخبارك طيب؟ كيف احوالك؟ حياك الله. الاخ الكريم سعيد مبارك على الله وبنيضني معك ان شاء الله. من وين؟ من الاصل من حضرموت. فين في حضرموت؟ من بنيضنه واستوطننا في مدينه المكلا. كم لك في والله يمكن
يمكن 28 سنه هكذا. حياك الله، اليوم الناس كلهم عندكم في المكلا، كيف البلده هذا الموسم؟ انا كان اول مره الحين نشوفك على الموسم ولا كل مره تخرج؟ لا والله كنت مغترب يعني نروح نسافر. يعني ما قد شفناك اول يعني اول نزول هذا أول لك نزول هذا العام ان شاء الله. كيف شفت بعد العوده؟ كيف شفت المكلا؟ والله المكلا حلوه والجو ما شاء الله البحر بارد يستفيد منه الجسم ويعطيك قوة ومتانة في الجسم. أرسل رسالة للمغترب، إيش تقوله؟ اللي هناك رسالة لهم، يلا خليك. يا مغترب، الآن مدينة المكلا فيها العمران وفيها البلدة وفيها يعني إن شاء الله تطور من موسم إلى موسم، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون يعني احسن واحسن. والله توكلنا. نعم. ما كيف اليوم بارد؟ لا والله ممتاز، الماء يبدل زين زين زين. نعم حياك الله. تحرص سنويا تحضر البلده؟ والله العام والسنه هذه بس. وقبلها وين كنت؟ قبلها كنت مغترب مسافر. اغتربت تبرع؟ نعم. السعوديه ولا وين؟ السعوديه. كم جلست في الغربه؟ جلست كثير في السعوديه، يمكن حوالي 50 سنه. 50 سنه في الغربه. المغتربين الحاضرين معنا هنا جاءوا من ارض الغربه، واليوم هم هنا بين اهلهم وناسهم، وايضا مع هذا الموسم السياحي. معنا الاخ الكريم، اسمه محمد بن فارس باقيس. من وين في حضرموت؟ من وادي دوعن حضرموت، القويره. من القويره في دوعن؟ حلبون. هي اغتربت برا؟ اي مغترب، انا من جده جاي زياره. جاي زياره بس؟ اي زيارة. قبل كم جيت؟ والله لي تقريبا 25 يوم عندنا زواج في دوعن حضرناه، وجينا نحضر الموسم حق البلده في المكلا. كنت حضرت موسم البلده ولا ما قد حضرت؟ لا هذه اول مره والله. في حياتك ولا في المره الاخيره؟ في لا ان شاء الله على طول، بس في حياتي يعني من اول ما قد حضرت. لا ما قد حضرت اي ابدا. فترات ما يكون فيها قبل 2010 ولا بعدها. نزلت لي كم كل 5-6 سنوات انزل بس مش مع الموسم. ما انزل مع موسم. كنت شاهد الموسم؟ ايه شاهدوا، شاهدنا السنه اللي فاتت برنامجك ما شاء الله. تشتاقون للبلاد والان وصلتوا للبلاد؟ الحمد لله، اللهم ديما نعمه يا رب. الاهل كلهم طيبين؟ طيبين. الاصحاب هناك اللي بجده طيبين؟ مبسوطين ويدورون الايام الحلوه دي اللي في المكلا، ايام البلده. ايش تقولهم الان؟ والله رساله نوجهها لهم. كنت تحسفهم شويه؟ لا ان شاء الله باذن الله يجوا يشوفوا بلادهم ويشوفوا المناطق الحلوه. موسم البلده هذا ما شاء الله تبارك الله، البحر سبحان الله ما تلاقيه بذي الروعه. ذا الوقت ذي الفرصة يعني، الدنيا الهواء البارد الجميل ده برود طبيعي رغم الصيف وشهور الحر اللي نحن فيها. هذه ظاهرة حتى عندكم بجدة مش موجودة؟ والله لسه ما موجودة عندنا، الجو حار ما في إلا في الشتاء، لا شيء برد الجو جو. شاطيها مواج الحسان.
مشاهدينا الكرام من على شاطئ البلدة. اليوم كنا معكم مع مفتتح جميل ويوم افتتاحي هنا من حي الشهيد خالد بالمكلا، وطبعا الزوار الحاضرون المغتربون وجلسات الشواطئ التي تستمر معكم. نحن معكم كل يوم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وشاطئ يتجدد. شكرا لكم من المكلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.